ولكن في البداية نستعرض معكم أبرز العناوين الصحفية التي أوردتها المواقع والصحف عن آخر التطورات في المنطقة العربية. البداية من الموقع الأول أو الصحيفة الأولى معنا، وهي بوابة العين الإخبارية في عنوان رئيسي: ليبيون في أوروبا يطلقون حملة لفضح ممارسات أردوغان في بلادهم. والاتحاد: غسان سلامة نسعى لسد نقاط الخلاف وتثبيت وقف النار. والبيان: ميليشيات طرابلس تهدد مفاوضات جنيف. ومن الرياض: الجيش اليمني يواصل تقدمه ضد الميليشيا الانقلابية. صحيفة سبقة الإلكترونية: التحالف، استمرار الميليشيات الحوثية في نشر وزراعة الألغام البحرية يتسبب في انفجار قارب صيد واستشهاد وإصابة 6 صيادين. وكالة الأنباء السورية سانا: الجيش يواصل عملياته على المحور الغربي لحلب ويدمر أوكارا ومنصات لإطلاق قذائف لإرهابي النصرة في حريتان وعندان. ومن المدينة نطالع: معارك عنيفة في مدينة سراقب ومحيطها في شمال غربي سوريا. أما اليوم السابع ففي عنوان رئيسي: مندوب سوريا بمجلس الأمن ندين عمليات النهب والسرقة التي يمارسها النظام التركي. والجريدة: حرب مفتوحة بين المحتجين والقبعات بعد مجزرة النجف. أما الشرق الأوسط ففي عنوان رئيسي: النجف تشيع قتلها والمواجهات تنتقل إلى كربلاء. من إكسترا نيوز نطالع: مرشح تشكيل الحكومة العراقية يلوح بعدم الاستمرار في مهمته بسبب قمع المتظاهرين. ومن 24: علاوي، العراق يمر بظروف صعبة تستدعي المكاشفة. والرأي: لبنان يتحضر لأسبوع الثقة بحكومة دياب. ومن النهار حول لبنان أيضا: الانتفاضة تتحضر لكسر جلسة الثقة، معركة ضد العهد واستبعاد الجبهة السياسية. ولبنان 24: إجراءات أمنية لضمان وصول النواب إلى جلسة الثقة. أما المشهد السوداني: البرهان وحمدوك يؤكدون على العمل لتحقيق أهداف الثورة والانتقالية. ومن بوابة الشروق: مجلس الوزراء يصادق على مخطط عمل الحكومة. أخيرا من الدستور: القبض على وزير السكن بالجزائر وإيداعه في السجن.